نيجي بعد كده للبيولوجي بتاعت النون سمول سيل لان كانسر. هو حاجة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم نبقى فاهمينها، لأنه هتلاقي إن جزء كبير من النيو تريتمنتس اللي بتعتمد في علاج الميتاستاتيك نون سمول سيل لان كانسر بتعتمد على أول سؤال لازم تسأله عن دوت، هل عندي عنده درايفر ميتيشن ولا لأ؟ فلازم نبقى فاهمين كويس قوي البيولوجي بتاعت النون سمول سيل لان كانسر، إيه هي الميتيشنز الموجودة، إيه هي الدرايفر ميتيشنز الموجودة، وإزاي أعمل لها تيستينج. دي حاجة نبقى فاهمينها كويس واحنا بنتكلم في البيولوجي اوف نون سمول سيل لان كانسر. يمكن مبدئيا بس نعرف ان انواع الميوتيشنز في نون سمول سيل لان كانسر، في عندنا حاجة اسمها درايفر ميوتيشن ونون درايفر ميوتيشن. يعني ايه درايفر ميوتيشن؟ يعني ميوتيشن هي واحدة من اللاند مارك ميوتيشن اللي بتحصل ديورينج البروسيس بتاعة التيومر جينيسيس نفسها، وبتبدأ تشفت السيل في باثواي معين عشان خاطر الباثواي ده كان بي تارجتبل، يعني يبقى ليها بريدكتيف فاليو. لكن في عندنا كمان نون درايفر ميوتيشن، يعني ملهاش بريدكتيف فاليو لكن ممكن يبقى ليها سام بروجنوستيك فاليو، وهي بتبقى انفولفد في مالتي باثواي ديورنج التيومر جينيسيس نفسها. من اشهر النون درايفر ميوتيشنز، يمكن دي تقريبا اولموست موجوده في اغلب حالات اللاين كانسر، البي 53. طبعا دي موجوده في 50% من حالات اللاين كانسر. والكيراس ميوتيشن، الكيراس دلوقتي في عليها انجوم ترايل هاو تو تارجت الكيراس، لكن حتى الان ذس ستيل اندر انفستيجيشن. لكن عارفين ان في عندنا دي الموست كومن ميوتيشن اللي بيسموها نون درايفر ميوتيشن، وهي ليها بروجنوستيك رول لكن ملهاش بريدكتيف فاليو. لكن لو جينا بصينا بقى في الدرايفر ميوتيشن، هتلاقي تقريبا الدرايفر ميوتيشن من اهمهم ومن اشهرهم زي ما احنا شايفين في الرسمه دي كده، في عندنا سام ميوتيشنز اللي اقدر اتارجت باي نيو دراجز عشان كده بيسموهم درايفر ميوتيشن، او بيبقى ليهم بريدكتيف فاليو. طبعا هي ليهم بروجنوستيك اند بريدكتيف، ليه؟ لان دلوقتي وجود هذه الميوتيشنز زي مثلا الاي جي اف ار او الالك بيحسن الريسبونس بتاع العيانين دول للتارجت ثيرابي، سواء كان التي كي اي اجينست الاي جي اف ار او اجينست الالك، وبالتالي بقى ليها بيتر بروجنوس. من اهم الدرايفر ميوتيشنز اللي عندنا هو الجي جي اف ار ميوتيشن، زي ما شايفين نسبتها حوالي تقريبا 25% 30% من العيانين. طبعا هذه النسبه بتزيد قوي طبعا في الايشن بوبيليشن، وبيزيد في الومن ان انا سموكر عندهم ادينوكارسينوم. الالكري ارينجمنت نسبتها تقريبا بتوصل برضه حوالي 8%. في عندنا كمان روس 1 ري ارينجمنت، الالكري ارينجمنت وروس 1 ري ارينجمنت، واخيرا في عندنا اذر ميوتيشنز زي البي راف والريت والمت، واللي دلوقتي برضه بقى ليهم تارجت ثيرابي في علاج الميتاستاتيك نون سمول سيل لانج كانسر. اللي بس عايزكم تفرقوا ما بينهم وتبقى دقيقين فيه ان في فرق ما بين كلمه ميوتيشن وكلمه ري ارينجمنت. الميوتيشن هي ميوتيشن بتحصل على مستوى الدي ان اي، يا اما ممكن يحصل حاجه اسمها بيس سبستيوشن، يعني بيس تغير مكان بيس، او بيس ديليشن اشيل مكان بيس، ده كلمه ميوتيشن. اما ري ارينجمنت فهي بتحصل نتيجه ان بيحصل ترانسلوكيشن، يعني جين بيجي يركب على جين فبيلد نيو جين برودكت، ده فكره الري ارينجمنت. الالك ري ارينجمنت ده مين اللي بي انفولفد؟ الالك جين، والروس 1 مين اللي بي انفولف الروس 1؟ ممكن يحصل مع اذر جينز، يعني مثلا من اشهر الالك ري ارينجمنت هنشوف اللي هو الالك ام ال 4، لكن ممكن يحصل مع اذر بارتنر جينز يلد تو نيو جينز. كان الكلام القديم ان انا بعمل لكل واحد فيهم سبيسيفيك تيست زي ما هنشوف، لكن الكلام الجديد دلوقتي ان افضل حاجه من الاول عملوها حاجه اسمها ان جي اس، اللي هو ان اختصار لي نيكست جينيريشن سيكونسينج، ودي افضل تول انك تقدر تست بيها الكميه الكبيره دي من الجينز. زمان اكشوالي من حوالي 5 6 سنين كنا لما نشوف حاله نون سمول سيل لاين كانسر ميتاستاتيك عايز اشوف عندها تارجت درايفر ميوتيشن ولا لا، اروح اعمل لها الجينيتك تيستنج بتاع الاي جي اف ار، اعمل الجينيتك تيستنج بتاع الالك، اعمل الجينيتك تيستنج بتاع الروس 1، على حسب بقى ايه لما تيجي تدور على حاجه عشان خاطر تبقى تتاركت. لكن دلوقتي بقى عملوا بانل كامل لللانك يقدر يتست، زي ما احنا شايفين كده في عندنا ديفرنت جينز واغلبها كان بي تارجتبل، فيقدر يعمل لك كل الجينيتك بانل بتاعت اللانك از وان سيتنج، تمام، اللي هو في ال NGS او Next Generation Sequencing. بس المهم نبقى عارفينه هو when to be indicated، يعني مين العيان هتطلب له Next Generation Sequencing؟ هل كل حالات اللانج كانسر حد جالها بنان سمول سيل لانج كانسر هتطلب له NGS؟ لا، ال NGS بيبقى requested في بعض الحالات. رقم واحد، اول حاجه العيانين هم الميتستاتيك، تمام. يمكن حتى الان الرول اوف استخدام الانتي تارجت ثيرابي او تارجت ثيرابي في علاج نون سمول سيل كانسر محدود في اللوكالايزد تيومر او اللوكالي ادفانسد تيومر، بس في وان تراين هتكلم عنها ان شاء الله، هنتكلم النهارده في علاج اللوكالايزد كانسر
اللي هي بتقول ان في effectiveness of استخدام الاوزمريتنب في علاج ال stage 2 and stage 3 ك adjuvant setting في management of stage 2 and stage 3 after tertiary. لكن غير كده ال standard of care ان دايما بتدور على driver mutation في ال stage 4 disease. كمان واحد من الانديكيشن المطلوب فيهم ديز ان جي اس اللي هم الادينو كارسينوما هيستولوجي. احنا عارفين طبعا ان النون سمول سيل كانسر في عندنا ديفرنت هيستولوجيز، في عندنا ادينو كارسينوما، في عندنا سكوم سيل كارسينوما اللي احنا ممكن لسه بنتكلم عنه، في عندنا لارج سيل كارسينوما. يمكن الميوتيشنز دي اللي هو اكتر في حالات النون سمول سيل كانسر، يعني ما حدش يقول لي والله ده في سكوم سيل كارسينوما واي وهطلب لها ستيج 4 وهطلب لها ان جي اس بانيل. لا، عامه السكوم سيل مش بطلب لها الا في وان كيس اللي هما النيفر سموكر بيلر. فالنيفر سموكر بيشنت اني هيستولوجي سواء كانت ادرو كارسينوما او سكويما سيل كارسينوما او لارج سيل كارسينوما، اه هما دول اللي بطلب لهم ان جي اس بانل. يبقى ان جي اس بانل باي ديفولت كلهم هيبقوا ستيج 4، يا اما بقى حد نان سموكر يا اما ادرو كارسينوما. يبقى اي ستيج 4 ادرو كارسينوما هتطلب لهم ان جي اس بانل، اي ستيج 4 نان سموكر rather than الهيستولوجي هطلب لهم ان جي اس بانل. يبقى ابقى فاهم ان جي اس بانل امتى تطلب في حالات النون سمول سيل لانج كانسر. تعال نتكلم بقى عن كل ميتيشن على حده، نبقى فاهمين بس ايه هي النورمال باثولوجي اللي بيحصل فيها وازاي بقدر اعمل لها تيستنج. هنتكلم عن اهم ميتيشنز اكشوالي وهما الاي جي اف ار ميتيشن دي اولها. فكره الاي جي اف ار عباره عن ايه؟ زي ما احنا شايفين كده الاي جي اف ار ميتيشن في عندنا هي ديفرنت ميتيشنز ممكن نشوفها. النسبه العظمى اللي هي بيسموها اكسون 19 ديليشن حوالي توصل حوالي 45% من الحالات، وفي عندنا السكند كومن ميتيشن اللي هي اكسون 21 ميتيشن اللي هي L858R ميتيشن. في عندنا other rare mutations هنتكلم عن اهمهم دلوقتي وهو ال T790M ميتيشن. يمكن T790M ميتيشن هيبقى ليها specific rule برضه هتكلم عنها دلوقتي. اول حاجه هاو تو تيست الاي جي اف ار، تيستنج اي جي اف ار بما ميوتيشن يبقى افضل حاجه تعملها يبقى عن طريق البي سي ار. دايما يبقى في عندنا اولتريشن جينيتك اولتريشن او المشكله الجينيه اللي حصل تبقى على مستوى الدي ان اي بيسز، يعني حصل تغير في بيس او ديليشن في بيس، يبقى افضل طريقه تو بي ديتكتد هو البي سي ار بوليميريز تشين رياكشن، هو ده اللي بيفرد لنا الشريط بتاع الدي ان اي واقدر اديتكت هل في ميوتيشن ولا لا. اشهر ميوتيشن زي ما قلت لكم اللي هي اكسون 19 ديليشن، ويمكن دي الهاير بتورينا هاير ريسبونس فور الاي جي اف ار تي كي اي تايروزين كينيز انهبيتور. السكند كومن ميوتيشن وهو المشكله على مستوى اكسون 21، اكسون 21 يوجوالي بتبقى عباره عن بيس سبستيوشن مش ديليشن زي اكسون 19. البيس سبستيوشن اشهرهم اللي هو ال 858 ار وبنسبه اقل شويه ال 861 كيو، ودول ريسبوندنج دي برضه الاي جي اف ار تي كي اي انهبيتور. لكن الميوتيشن المهم قوي عايز اتكلم عنها ولازم تبقى تو بي اوير اللي هي T790M ميوتيشن. T790M ميوتيشن هي اميتها اكشوالي ان هي دي الميكانيزم اوف ريزيستنس فور الفيرست جينيشن تي كي اي. يعني ايه؟ يعني دايما احنا بنستخدم تي كي اي، كان اول فيرست جينيشن كان بنستخدمه كان الجيفيتانيب، وبعد كده بقى في عندنا الارلاتينيب. للاسف لقينا ان الكانسر سيل كان ديفلوب ريزيستنس، يعني تعمل alternative pathway تقدر تتجنب بيه الباثواي بتاعت الاكتيفيشن اللي كان بيعتمد على الاي جي اف ار. من ضمن الالترناتيف باثوايز دي ان تحصل ميوتيشن على مستوى الاكسون 21 اللي هو تي 790 ام. التي 790 ام بتخلي الكانسر سيل لا تستجيب للفيرست جينيشن سواء كان جيفيتنب او ايرلوتنب بتاعت التي كي اي نفسها، ولانها بعد كده بتستجيب لنيو دراج واحد بس اللي هو ثيرد جينيشن هو اسمه اوزمريتنب. فانت لو لقيت عندك تي 790 ام ار تي 790 ام ميتيشن يبقى العين دول مش هيستجيبوا غير للاوزمريتنب. عشان كده ان شاء الله احنا بنتكلم في الميتستاتيك الناس موصل للكانسر، هتلاقي انه لو حد خد فيرست جينيشن تي كي اي ولقيت العين بدا يحصل له ديز بروجريشن، اول حاجه تعمله ميتيشنال اناليسيس عشان خاطر تشوف عنده ديس ميتيشن ولا لا. لو لقيت عنده تي 790 ام ميتيشن يبقى للاسف مش هيقدر يستجيب خالص اي اي جي اف ار من العائلات السابقه، هو هيبقى الاونلي اوبشن بتاعك هو الاوزي ميرتنب. ادي الستراكشر اوف ذا اي جي اف ار اصلا عشان نبقى فاهمين ايه هو الاي جي اف ار. ده عباره عن ريسبتور موجود في النون سمول سيل لان كانسر سيل. الاي جي اف ار عباره عن مين دي 3 دومين، اكسترا سيلولار دومين وسيتوبلازميك او انترسيلولار دومين او سيتوبلازميك بلين وترانسمبرين دومين. اغلب الميوتيشن اللي بتحصل على مستوى الديليشن بتحصل يوجوالي في الاكسترا سيلولار دومين.
واغلب الميوتيشن بتحصل على مستوى الميوتيشن بيس سبستيوشن بتحصل موستلي في الانترستيلر دومين، سواء كانت ديليشن او سواء كانت بيس سبستيوشن، في الاخر بتؤدي الى انهانسمنت اوف الاي جي اف ار باثواي، يعني يبدا الريسبتور يشتغل لوحده من غير ما يحتاج للايجند. ده احنا عارفين دايما في عندنا لايجند يمسك في ريسبتور في اكتيفيت السبسيلر باسواي، اللي هنا بيبقى يوجوالي انت بتتكلم عن التيروزين، يعني حاجه زي الاي جي اف ار بتعمل لك اكتيفيشن اوف تيروزين بيزد سبستيوت، وبعد كده تبدا تشتغل على باسوايز ثانيه زي بي اي 3 كي او الاكت باثواي. كل الحاجات دي بتبقى اكتيفيتد باي تيروزين كينيز ريسبتورز. لكن في حالة الميوتيتد اي جي اف ار هو هيشتغل في غير وجود الليجند، ويبدأ يشتغل على السبسيلر باثوي عشان خاطر يعمل سيل ديفلوبمنت اند سيل جروث. ادي اشهر، ادي الاي جي اف ار جين نفسه موجود. في عندنا سيفرال اكسونز. يعني ايه اكسون؟ يعني بارت من الجين كود فور ام ار ان اي عشان تبدأ يصنع بعد كده بروتين. من اشهر اكسونز اللي موجودة هو الاكسون 19 اللي لو حصل له ديليشن في جزء منه يؤدي الى this type of mutation، the deleterious mutation اللي بتؤدي إلى activation of EGFR receptor. أو على مستوى exon 19 زي ما قلت لكم exon 19 في عندنا exon 21 سوري اللي هو تاني واحد مهم قوي، اللي في عندنا different mutations اللي هم من أهمهم اللي هو L858 mutation. ده the most common mutation على مستوى التيروزين كينيز جين. ده بالنسبه للاي جي اف ار ميتيشن، البيولوجي بتاعها هنبقى فاهمينه ازاي وهنا الامبورتنس بتاعه اند هاو تو تيست. طيب ماذا عن الالك اند روس؟ هبدا اتكلم عن الالك ري ارينجمنت. يمكن الالك اول حاجه برضو بعرف هاو تو تيست، بما انه ري ارينجمنت يعني ايه؟ يعني حصل جينيتك ترانسلوكيشن، يعني جين جه ركب على جين عشان خاطر يعمل لك نيو جين برودكت. الالك ري ارينجمنت التستنج بتاعه بيبقى عن طريق الفيش، والالك ري ارينجمنت ده بيخلينا دايما في عندنا هاي ريسبونس تو كريزاتينيب. هو الالك ده اختصار لايه؟ اختصار كلمه انابلاستيك لينفوما كينيز، وده واحد من الجينز اللي ممكن يبقى ابيرنت في بعض التيومرز. من اشهر التيومرز اللي بيبقى فيها انفولفمنت الالك طبعا هو الناس سمول سيل كانسر، لكن الاهم منه كمان ان شاء الله احنا بنتكلم بعد كده في الليمفوما هو التي سيل لينفوما. التي سيل لينفوما حتى بنقسمها الى في تو جروبس، الى الك بوزيتيف والك نيجاتيف تي سيل لينفوما. اللي عارفين بس الالك دايما بيبقى الك بينفولف الك ري ارينجمنت. يعني ايه ري ارينجمنت؟ زي ما قلت لكم يعني ترانسلوكيشن، جزء من جين يقرب من جين نتيجه روبرتسونيان كروموزوم ترانسلوكيشن، يعني جزء من الكروموزوم يتحرك يتنقل في حته، وبالتالي بيبقى عندنا الك with other genes. ممكن اشهر الك كاونتر بارنت اللي هو الالك اي ام ال 4. يمكن ادي اهوت الفكره نفسها بتاعت الترانسلوكيشن، ده بيحصل على مستوى كروموزوم 2 اللي هو الالك جين اللي موجود، ويبقى عندنا ييلد نيو برودكت في الالك اي ام ال 4. يعني الكروموزوم نفسه حته من الجينز بتتقلب عشان خاطر يخلي اي ام ال 4 يقرب من الالك نفسه، يبقى في عندنا نيو الك اي ام ال 4، وده بيخلي ذس جين يبقى مور اكتف. الجيناتيك تيستنج بتاع الالك بيبقى يوجوال عن طريق زي ما قلت لكم كروموزوم الاناليسيس اللي هو عن طريق الفيش اللي هو اختصار لفلورو ان سايتو هايبريديزيشن، ودي من خلال انك بتجيب كده بروبس تمسك في this part of receptor. يعني بجيب probe against ال ALK و probe against ال EML4، كل واحد فيهم بديلها صبغة محددة. طبعا لو normally زي ما احنا شايفين كده ان كل واحد فيهم يبقى في حتة بعيدة عن التانية، لكن لو لقيت الاتنين قربوا مع بعض كده وادوك اضاءة زي باللون الاصفر اللي احنا شايفينه ده كده، معناه ان في عندنا already positive for this translocation. ده فكرة بس الفيش او fluoro in situ hybridization، ان بستخدم بروب والبروب ده بيبقى ماركر. ممكن نستخدم فلورسنت ماركر زي في حالات الفيش، ممكن تاخد تستخدم اي اذر ماركرز، بس الفكره نفسها ان اول ما البروب ده يمسك في الدي ان ايه، لو انت عندك اوريدي ذس جينز بعاد عن بعض هيدوك لونين بعاد عن بعض. لو انت عندك الجينز دول حصل فيهم ترانسلوكيشن هتلاقي ان البروبس الاثنين يقربوا من بعض وبيدوك ذس بيكتشر اللي ممكن يديك different color من الكالر بتاع التو بروبس اصلا. ده بالنسبه للاكري ارينجمنت. عندنا كمان في الروس ارينجمنت، وده من الحاجات برضو مهمه لكن بيتارجتد باي كريزاتينب. ايضا التستنج تبع عن طريق الفش والريسبونس بتاع الكريزاتينب بيبقى كويس. الثلاث دول هم اهم 3 ميوتيشنز او اهم 3 جيناتيك ابنورماليتيز اللي بتحصل في حالات الناس مثلا كانسر، اللي هم الاي جي اف ار الالك والروس. لكن في عندنا كمان اذر ميوتيشنز زي ما قلت لكم دلوقتي بقت كان بي تارجتبل زي البي راف وزي المات والريت ميوتيشنز، والكلام ده ان شاء الله الكلام اللي راح بيتكلم فيه مانجمنت اوف ميتاستاتيك ناس سيل لان كانسر.